جودي تامر عندها 17 سنه صح كده؟ نورتيني جوجو حبيب قلب مامي. والله بصي انت حبيبه قلب مامي بقى، انت حبيبتي جوجو. هتعملي لي ايه النهارده يا جوجو؟ سوشي، بس بدل ما بناكله بره يعني ممكن نعمله في البيت. مين اللي علمك تعملي سوشي؟ بصي هو انا جربت اعمله في الاول لوحدي، وبعدين كشكل بس بطريقه يعني كشكل اللي هما بيقدموه حل. فانا عملت كده من دماغي. أيوة. حاولت اعمل وبعدين فتحت فيديوز يعني عشان طلع حلو قوي، ففتحت فيديوز وحاولت بقى اعمل تاني. مين ساعدك؟ طيب هي مامتي بتساعدني شويه عشان هي شيف اصلا. برافو. اسمها ايه؟ شيماء زيتون. يعني تحيات استاذه شيماء، تحيات. هي اللي علمتك ازاي تعملي ده؟ لا هي قالت لي جربي عشان انا بحبه قوي، يعني دايما بصرف فلوس عليه جامد قوي. ما يعني عارفه يعني لا ماليش تقل عليه خالص. على حسب المكان اللي بتاكلي فيه او كده او اللي بيعمله. يلا يلا اتفضلي. في ده سبايسي ليمون رول، بنستخدم فيه النوري. النوري بنستخدمه في كل انواع السوشي او كل الرولز عامه، ده الاساس يعني بتاع السوشي. النوري هو طحالب البحر. بيبقى ورق زي كده من اي سوبر ماركت بس كبير شويه، عشان ده بيجيبوه من اليابان صح؟ بيبقى مستورد. اوكي. وجبنه كريمي، مش لازم الجبن اللي بتبقى غاليه، اي جبنه كريمي عادي. حلو. وجمبري، يعني ممكن نستخدم في الرول الواحد 2 جمبري او ممكن نقطعهم نصين. اوكي. وكابوريا، بس في ناس بتستخدم كابوريا وفي ناس بتستخدم سالمون، الاثنين ده او ده. تمام. عادي. والخليط ده هو اللي بنقلي فيه بقى بعد كده الرول. هو ده شكل الرول بيبقى مع بعد ما. حلو. ايه الخليط اصلا؟ بيبقى بيضه وميه ودقيق، وعلى حسب بقى بتحطي الاول بيضه وبعد كده بتشوفي الدقيق محتاج ميه قد ايه، عشان مش كل انواع الدقيق زي بعض. وبنضربه وبيكنج باودر. اوكي. بس كده. اتفضلي. بس كده. اتفضلي. انا بس هلبس كلافز. شغل مولعين البوتاجاز. مولعين. انا اول مره عملت سوشي ما استخدمتش السجاده. عندك كام سنه؟ لا السنه دي. سنه. هو انا اصلا مش شاطره قوي في ان انا ادخل مطبخ، مش بحب قوي يعني. اكتر حاجات بحب اعملها السوشي والحاجات السريعه، اي حاجه سريعه. اوكي. فممكن اللي ما عندوش سجاده عادي ممكن يلف بايديه، او اي بيبقى فيه مثلا زي حاجه زي كده بتحطيها وبتلفي بايدك عادي، يعني مش ازمه، مش طيب. لازم نجيبها اساسا. طيب. جودي هاتي. بصي في النوري حته خشنه وحته ناعمه. أوكي. فاحنا بنجيب الحته الخشنه هي اللي بتبقى هنا، وبعد كده انا هقول ازاي رز السوشي بيتعمل. رز معين مش رز العادي. احنا بنجيب على كل كوبايتين رز بنحط كوبايتين ونص ميه عشان يطلع معجن، عشان ما ينفعش الرز العادي. تمام. ماشي. وبنحط على كل كوباية رز معلقة خل صغيرة، يعني لو كوبايتين رز هنحط تقريبا معلقة كبيرة. معلقة كبيرة خل. ومعلقة سكر صغيرة، أي كمية. تمام. ماشي. بس في هنا رز جاهز. هو في مفروض ميه. جايبين ميه يا جماعه ولا مفيش ميه؟ اهي ميه اهي. عايزه ميه دي؟ ميه بس في طبق عشان المفروض طبق. حاطين الاطباق فين؟ حاطين خلاص. ممكن استني يا بنتي اخش ادور لك في مطبخنا يمكن الاقي لك عندنا في الجهاز طبقين ولا حاجه. مفيش كده. ينفع كده جهاز العروسه ما فيهوش حاجات؟ في كوبايات كتير قوي. عادي اتصرف. عايزه اطبق ايه؟ مستني
بوظت لهم الديكور خالص. انا عارفه ان هم هيقتلوني على اللي انا بعمله ده. عايزه حاجه كده؟ مثلا اصبري بقى اصبري اصبري. هو ده شغال ولا مش شغال ولا اه؟ اغسله كده عشان تراب. امسكي امسكي اهي يا اختي. ايه عملتي انت؟ كنت حاطه هنا ميه؟ لا خلاص غسلت لك ده. ماشي سوري سوري يا نص كتفايه. تاكل علي اساعدك في ايه؟ عاجبني قوي اللي بيحصل ده. ممكن تجربي تعملي رز قدامهم بجد؟ ولا ايه؟ هي قالت كده فعلا؟ عادي اي حاجه الحاله دي؟ مش بنعمله زي الرز العادي. مش لازم نشوح الرز. ليه؟ عشان هو اصلا مش بيتشوح، ده رز سوشي. طيب يعني انت عايزه رز يتحط كده؟ طيب على ميه عادي من الحنفيه ممكن. كملي انت يا استاذ كملي يعني عشان مش ميه كتير كده يبقى مغطي رز. لا كده كويس مش كتير يا شيخ. مش زي الرز العادي. صح انت عايزاه يعجن. لازم يعجن. ماشي. هو ده المفتوح ولا دول الاثنين مفتوحين؟ طيب حط ده كده. هاتي ده على اللي هو الاعلى حاجه. وانت قلتي نحط سكر. انتوا جايبين السكر ناشف ليه؟ واحنا بنعمل السبايسي ليمون رول لازم يبقى يعني الرز في نص النوري، ما ينفعش اكمله لكل يعني ما ينفعش احط رز في كل نوري. هو بس عشان لما يتلف، عشان لما اجي الفه. صح. خلاص كده خلصنا فقرة الرز. بس هو سهل قوي عامة، بيتحط بس 10 دقايق وبيخلص. وبعدين نحط بقى، يبقى انت عايزاه سادة ولا عايزة تحطي عليه كابوريا؟ لا انا هقول دلوقتي المفروض نحط عليه. ماشي. انا عايزة سعيدة، انا حاسة انها سكينة كده متلخبطة. ده خيار، في خيار. طب عايزاني في حاجة ولا اروح ارجع مكاني تاني؟ لا عادي اي حاجة براحتك. حاضر. رجعي ماشي. رجعت. تحطي بقى، شوف النفس تحط. وهنحط بعد كده جبنة كريمي. هي مش عايز تنزل فانا هفردها كده. ثم وبعدين هنحط الجمبري وجنبيه يعني الكابوريا دي هنقسمها كده نصين. يلا سوري هنقسمها نصين. طيب وبعدين؟ ماشي. وبرده هنقسم الجمبري عشان الجمبري ممكن نجيبه من القوس. اوكي. يا سبحان الله، قوس غير قوس. يا جماعه يفرق، انا عندي بناتي الاثنين قوس سبحان الله. هي دي هاديه وناديه كده مش حاجه. انا ليا اخت مش هاديه خالص. ايوه ده بقى اللي عندي منه. اتفضلي. ماشي. اوكي. سوري. بس وبعدين هنجيب بقى اسمه ايه ده السجاده ونعملها كده. نحاول في مناديل نحاول نضغط عليها قوي عشان نطلع الهواء.
وهنقفلها في الاخر بميه برضو. يلا لو ما اتقفلتش يعني. ايه ده؟ برافو. وده برافو. يبقى وبعدين كده تتقطع. اه وبعدين توصل لده. اه احنا قطعها. ممكن لا خلاص احنا اوريهم. يلا اوريها. هنحطها كده. اه سوري. لا اتس اوكي. كده ينفع اجيب مناديل دلوقتي؟ انا فهمت. اه انا اجيب لك انا. بس يا دلوقتي انا فهمت انا ليه ما بحبش السوشي، عشان انا ما بطيقش الكابوري. خلاص احنا كده خلصنا صح؟ خلصناها دي. اه صح؟ وبعد كده بنحطها في الزيت. يلا قولي. ده لا ده هنأجله بقى الحلقة التانية، لأن أنا الناس عايزة تدوق الصراحة. جوجو انتي نورتينا يا روح قلبي. شكرا. شكرا ليكي إن انتي عندك 17 سنة وفي حاجة حبيتيها ابتديتي تذاكريها لدرجة إن انتي طلعتي على التلفزيون وعملتيها. شكرا لأختك التوينز، عشان أنا عارفة إن انتي عندك أخت توين. ساعدتك وشجعتك. شكرا لوالدتك اللي قعدت تدي بنتها من بعيد لبعيد شويه معلومات لحاجه هي بتحبها، علشان هي لما تكبر تعمل حاجه هي بتحبها. انتي نورتيني يا نور. شكرا. ميرسي يا روح قلبي. مشاهداتي اعزائي، خليكم معانا وتابعونا، ما زلنا معاكم وهي وبس.